الحمد لله، أجمل علاج للخوف، تخاف من المرض، من الجوع، من الحوادث، من الموت، من المستقبل، علاج الخوف أن تخاف، لكن توحد طريق الخوف، فلا تخاف إلا من الله، فإن الله إذا لجأت إليه وانكسرت ببابه ووحدت الخوف له وحده أمنك من كل ما يخيفك. ولمن خاف مقام ربه جنتان.